السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا استوديو الناس. هل من الممكن أن تعود التظاهرات مجددا حتى تذكر الحكومة بواجبها؟ أصلا هل التظاهرات والمطالبات الشعبية تنفع في تصحيح مسار الحكومة والبحث عن حلول جذرية للمشاكل الخدمية اللي عاني منها المواطن في العراق؟ احنا داخلين على شتاء، نعرف مقدما شنو راح يصير، موجة أمطار تعري المسؤولين وتظهر فسادهم وأهمالهم للخدمات، ونعرف بها مسبقا انه التصريحات راح تكون مثل كل سنة وهكذا، ويا بداية كل سنة تغرق الشوارع المدن، تنسد شبكات المجاري وصخرة عبعوب تصير النكات عليها وتصير الفيضانات، وما حد يعرف ايش وقت راح تتحرك الدوائر البلدية ومجالس المحافظات للعمل على تدارك الأزمة اللي تصير وتتكرر كل سنة. من المؤسف أن نشوف صورة قاتمة عن الوضع بالعراق بعدما أضحت محافظات ومدن البلاد تعيش وضع صعب يفتقر فيه السكان لأبسط الخدمات، بالرغم من أنه نملك ثروة نفطية هائلة. العراق يحتضر، النفط يتدفق بحرية، لكن أين؟ إلى الفساد وجوب الفاسدين، يؤجج الغضب الاجتماعي ويدفعهم مرة أخرى للاحتجاج والمطالبة والتظاهر. والحقيقة يبدو أن التظاهرات صارت وسيلة غير ناجعة وغير فاعلة للضغط، لأنه في كل مرة تصير تظاهرات يموت الشباب وتطلع الحكومة بوعود وتفتح باب التعيين وتخصيص الدرجات الوظيفية وإطلاق الأموال، لكن بالحقيقة كل هاي أبرة مخدرة، بنج مؤقت حتى بس يعبرون من الثورة الشعبية والجماهيرية اللي طلعت ضدهم. بعدين نرجع للمربع الأول، هواية أحزاب هواية مسؤولين دا يلعبون بالمال العراقي وبمقدرات الشعب العراقي. تروح للموصل تلقى مجلس المحافظة ومن خلال يعني حاطط حجة يعني أبد ما لها أي تفسير، فرض ضرائب على أصحاب المحلات مقابل تقديم الخدمات، يا أبو هاي افتهمناها وراح نمشيها وراح يأخذون من كل محل 35,000 دينار، يا أبا من عيوننا نعطيكم إياها بالقوة، يأخذوها ها يعني اللي ما يدفع بالقوة يأخذوها منه. والتواصل يا أبا ترى أنت دافع 35,000 مقابل شنو؟ مقابل حماية، مقابل خدمات، تنظيف، إدامة الشارع، ترتيب وهالحركات، مو؟ لا، لكن الحقيقة الشوارع مليانة نفايات. الشوارع اللي يأخذون منهم 35,000 من كل محل مليانة نفايات ومياه آسنة. هسه لو يقدمون خدمات ماكو أي مشكلة، بالعكس الناس تصير من قلبها ينطيك إياها وهو مكيف ويقول لك رحم الله والديك وبارك الله بيك وأنا أشكرك خلصتنا من هالوسخ ومن هالنفايات اللي دا تسوي جراثيم وبكتيريا وأمراض و و و. لكن حقيقة الشارع عبارة عن خرابة. هذا التصرف تصرف يعني ما يوصف، يعني مستحيل. نفس الموضوع مع بقية المحافظات، المحافظات الأخرى فرضوا ضريبة على الأسواق وضريبة على السيطرات وضريبة على بعض السلع، بالمقابل البلد مستمر بالانهيار وننتظر ايش وقت راح يموت كل شيء بالعراق بعد كارثة نفوق الثروة السمكية. ننتظر شنو راح نقوم نسوي اقتراحات، نجيب طاسة ونخلي بيهن أوراق نكتب السمك، الثروة الحيوانية، المي، المدري شنو، نحطهن ونخبط ونمد ايدينا نسحب، شنو راح هالمرة راح يخربوننا ورا السمك؟ كوارث، كوارث ذات حل بالعراق، واللي دا يوقع بها منو؟ الفقير، اللي دا يوقع بها الإنسان الفقير اللي يخاف رب العالمين ودا يشتغل صح وما دا يخربط، هذا اللي دا يوقع بها. وضرائب دا يدفعها الشعب العراقي للمسؤولين اللي فاسدين
اللي ما عاجبهم أي شيء، المهم سلامة رأسهم وعمولاتهم وكمشناتهم وأهلهم قاعدين يتنعمون بأرزاق الشعب العراقي. أهلا بكم، نرحب بكم باتصالاتكم، بإمكانكم تشاركون عبر الأرقام التي تظهر باستمرار أسفل شاشتنا. خلونا نتابع هذا التقرير ونرجع نكمل وياكم. ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعقود. صحيح أم كلثوم تقول إنما للصبر حدود، بس العراقي خلقه طويل وصبور، وهاي الصفة يكيف عليها المسؤول الفاسد والأحزاب اللي تعين الفاسد بالمنصب الخدمي والحساس، واللي يكون بيها المواطن بأمس الحاجة إلى من يقدم الخدمات ويخلي الشعب راضي. العراقي جابها تعب بتعب، بس صابر صابر، من الحرب على الإرهاب إلى المفخخات إلى انهيار أسعار النفط والتقشف والأزمة الاقتصادية، وصابر على الكهرباء والمي المالح والملوث والجفاف، وصابر على خراب الثروة السمكية والزراعية، وصابر على انعدام فرص العمل والبطالة وخراب الشوارع وتراكم النفايات والتلوث البيئي، وصابر على العشوائيات وأزمة السكن، وصابر على الفساد بدوائر الدولة والفيضانات اللي تصير بشوارع المحافظات من أول مطرة وتصير الأجواء أوروبية بس الواقع صومالي، وصابر على سرقة المليارات وانعدام المشاريع. ولذلك يجدد الناس تحذيراتهم للحكومة من خطورة تهميشهم وعدم تنفيذ الوعود، وهذا اللي صار بالبصرة بعد أن مرت أكثر من شهرين على تظاهرات تموز وما زال الوضع مثل ما هو، وشهدت محافظة بابل تظاهرات حاشدة احتجاجاً على سوء استخدام السلطة من قبل عدد من الشخصيات الحكومية وتوزيع المناصب بين الأحزاب على أساس المحاصصة وليس الكفاءة. وندد المتظاهرين وهم أبناء مدينة الحلة مركز محافظة بابل بتعيين كرار العبادي محافظ جديد بناء على صلة القرابة اللي تجمع بعلي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي، ويقولون ابن أخته، وإذا ثلثين الولد على الخال معناها لاصت الأمور بالحلة. أما بالموصل فالناس طامسين بالنفايات وتراكم المخلفات بالشوارع وبين الأحياء والأسواق، والمواطن هم صابر، بينما يزيد الفاسد ضغطه ويختبر الصبر العراقي، وفوقها يفرض على أصحاب المحلات جباية 35 ألف دينار فوق الضيم والخراب اللي بالأسواق. 35 ألف دينار وهذا حال الأسواق، والمشكلة مو بالمبلغ بقدر الاهتمام بنظافة السوق والعناية بتقديم الخدمات بيها، بس المشكلة أنه الفلوس تروح إلى جيب الفاسد اللي خلى هذا القرار والجباية المفروضة بقوة السلاح على المواطنين وأصحاب المحلات مقابل لا شيء. وهاي الجباية تذكر بجبايات داعش بالقوة والتخويف، يعني ما اختلف الموضوع هواية بهذا الجانب، سوى أنه صارت رسمية وبوصل حكومي مختوم وتدفعها وانت الممنون. إنما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر. معنا ابو عبد الله من سامراء، مرحبا ابو عبد الله. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا، وعليكم السلام، تفضل ابو عبد الله. تحياتي لك استاذ محمد. يا اهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله يا ابو عبد الله، تفضل. ابو عبد الله، بيه مجال تنصيل التلفزيون حتى نقدر نفتهم على بعض اكثر. الامطار. ابو عبد الله. اي نعم وياك. اي تمام، تفضل هسه. اي اول ما مطرت السنه زين، وشارت بشير الخير المطار زين، اول ما مطرت فاضت الشوارع. ايه؟ احنا من مدينه سامراء. اي اخبار المنخفض اللي اجى البارحه، يعني استعدوا له زين؟ لا شنو رايك؟ والله اليوم شفت يعني كادر مال البلديه وتبرع. ايه؟ من احد النواب يعني زين، انه يسحبون المياه الخراطيم المياه بالشوارع. طيب. وبالهاي اكو يعني استعدادات، بس اكو مناطق. ايه؟ يعني الماي متكدس بها والماي يعني كثير زايد. زين، المطر ما شاء الله كان غزير. ليش ما تقدر توصلهم البلديه هناك؟ والله ما اعرف يعني شنو احنا الناشئ. زين يعني سؤال ابو عبد الله. اي يعني حاب اسالك سؤال، يعني هسه هذا كميه الامطار اللي حرامات دتروح هيك
وده تجي تسحبها البلدية مخبوطة بسيان ومخبوطة رايحة يعني حتى ما تصلح للشرب. ماكو في الطريقة مثلا يعني واحد يقدر يخزن بها هذا المي قبل لا ينزل بالقاع ويروح بالمجاري؟ والله اكو في الطريقة، يا يكون الحكومة المحلية او المركزية هي مستعدة نسوي فد يعني حتى تفيدنا احنا، احنا قام الماي يعني ينقص علينا لان تركيا مسوية سدود. زين هاي الموضوع هاي زين نستغلها نستثمرها بالصيف. زين مو عساس راح رئيس مجلس النواب التركية وقال له لا عد عيناك وراح نطلق لك الماي ولا تهتم؟ قال له لا عد عيناك. والله هم راح رئيس مجلس النواب ونتمنى ان شاء الله من محمد الحلبوسي وباقي اعضاء الحكومه ومن دوله رئيس الوزراء والوزراء كلهم نتمنى ان شاء الله يعني يظهرون بوجه خير وبشر يعني الحكومه هاي بخير بعودة النازحين بكل زين. أمور البلد آمين يعني كارثة. آمين إن شاء الله رب العالمين يقدر الخير للجميع. يا أبو عبد الله شكرا لك. أبو عمر من ديالى مرحبا أبو عمر. مرحبا عيوني أبو جاسم، حياكم الله. حياك الله أبو عمر تفضل. العقلاء الفاهمين من العراقيين كل واحد يبرمج حياته. زين اليوم محمد أصبحت رسالة واضحة ما تلوث المياه والاسماك بعد التظاهرات وكلكم شفتوا شلون فكوا الاعتصامات ببابل، وبابل مطالبين تغيير محافظ. زين. فكيف اذا تغيير حكومه كامله؟ واليوم محمد زعماء يعني على مستوى محافظ لعبوا بالدنيا جوله وكتلوا المتظاهرين وضربوهم وما اعرف ايش على مستوى محافظ، فده يوصل لهم رساله انه محمد فشوف تفضل تفضل ابو عمر. شوف هسه العفو سولف. لا لا العفو تفضل ابو عمر. وانا هذا السؤال شوف كبار الزعامات يتخوفون وقلقين عن عقوبات ايران ليش ما تتخوفون على شعبكم وتقلقون على شعبكم؟ شعبكم يطالب بمثلكم خدمات مفروضه عليكم. زين مو مطالب مد... ابو عمر يعني هسه اللي يدافع وده يقول انه ليش تفرضون عقوبات على ايران؟ ده يقول ايران ساندت العراق، ايران وقفت ويا العراق بمحنته، دعمتنا بالمال، دعمتنا بالسلاح، يعني هم يعني حقه يقول هيك يعني اذا هو شايف من ايران هيك. كل بلاوي الامه العربيه هي من ايران محمد، كل بلاوي هي كلها من ايران، بعدين هم هذول يتخوفون على ايران. يا اخي الشعب العراقي تحاصر 13 13 سنه في امريكا شو ما تبغوا؟ هم ترى يحرضون امريكا على على بغداد، هم نفسهم ذول الزعامات، احنا ما نخاف بعد ما نخاف من عندهم. ليش تتامل على العراقيين على الشعب العراقي اليوم تخوفون على ايران؟ ايران واحد واحنا واحد، احنا مستوون اربنا ساحه معركه على مستوطن ايران. زين ابو عمر تخوفون على ايران ايران شوف وجههم ضربت هاي بلاوي الفن. زين والله هذا شان دولي خلي على صفحة أبو عمر. أرد أسألك أنت أول ما بلشت بالحكي تقول يعني مسألة السمك وشون موتوه، أنت شنو يعني تتوقع يعني ليش هيك مات السمك؟ وزارة الزراعة تقول هذا سوء تخزين وسوء يعني مدارة وما عرفوا يداروا صح ومات يعني، والأكل مالته خربان ويخزنون يعني سمك هواية متر مربع صغير. أنا البارحة حاولت ما حصلت البارحة بموضوع حلقة كمان السمك بس بارك الله فيك. محمد اليوم أنا عمري 53 سنة ما كنت عايش بلوى بالعراق، من يقول ليش ما يت هذا المرض؟ هذا حتى علم يضحكون يضحكون على أنفسهم، هذا ما شفنا هيك بلوى، هذا لو تجمع عندهم أساوات من البحيرات وبعدين الفرس توصل للسر زين وتوصل للشر زين وتوصل للجنوب وتوصل للبابل، هذا كله من شغلات مسدوده من الشاه على مستخدم ايران تدمر الاقتصاد. اشكرك ابو عمر وصلت فكرتك ابو عمر. شكرا شكرا لك ابو عمر. ابو عبد الله من الموصل مرحبا ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا بك يا ابو عبد الله تفضل. شلونك اخي محمد صحتك؟ يا اهلا وسهلا ومرحبا، كل الهلا بيك واهل الموصل. اريد منك بس تعطيني فرصه اكمل كلامي. اي بس لا تاخذ كل الوقت ابو عبد الله. لا ما كل الوقت اخوي. يلا العديد. روح توكل. اريد من خلال قناتكم من خلال برنامجك اريد بس اخاطب عني شرطي مفصول هسه عاني قاعد بدون طين واليوم وقع فوقي هسه عاني عجاري قاعد اشوفك اشوف برنامجك من عند جاري يعني الله من يسعد عليك. بيتك واقع؟ اني قاعد بدون طين، انا بغريه بدون طين واليوم من المطر وقع علي وقع على اطفالي. يابا وانتو جواب بي احنا يعني ما وقع علينا بالضبط ما وقع علينا بالضبط
خسف يعني. بس وقع خسف منه ما وقع على عيني. الحمد لله الحمد لله على سلامتكم. زين. بس أريد أخاطب نواب لي نواب من 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 خلال من خلال برنامجك الطيب. إيه. أريد يقبلونها اليوم. أنا البارح بايع القنينة مال غاز بعته ب35,000 الله يشهد علي وصرفته على عيني. الله أكبر. زين باكر شبيع بس تعرف باكر شبيع أنا شرطي مفصول والله العظيم أنا آخر شخص أنا من الموصل انسحبت آخر شخص سديت السلاح وانسحبت وأسعى الضباط مالي الآمرين راجعين وأنا مفصول شنو ذنبي؟ بطفالي ست نفرات شنو ذنبي؟ الله أكبر. زين أنا باكر اليوم بعد قنينة الغاز باكر شبيع. زين ما حد جاك ابو عبد الله ابو عبد الله ما حد جاك شافك قال لك هاي ليش هيك واقف اساعدك انطيك بس توقف على رجليك؟ والله ساعدوني الخيرين بس ساعدوني بس الخيرين. ما جاء احد لا منظمه لا مدير ناحيه احنا بغرية لا احد جانا لا مسؤول لا محافظ لا بس اريد بس توصل كلامي توصل كلامي لعبد الرحيم الشمري النايف المكيف. عبد الرحيم الشمري الظاهر ابنه يبيع القنينة مالته اليوم يصرفه على اطفاله. ايه اشكرك يا ابو عبد الله. كمال من بغداد، مرحبا كمال. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام، يا اهلا وسهلا. والله انا تمنيت اول ما صارت المطره زخات الامطار من وقعت من السماء يطلعون السياسيين على مود تغسل الحقد مالهم زين والطائفيه مالتهم قبل كل شيء. زين وصارت برايك يعني اذا طلعوا يعني راح تنغسل الطائفيه مالتهم والحقد والفساد هو هاي دمهم هاي الطائفيه بس احنا تمنينا بركت من الله سبحانه وتعالى ينزلهم وحي ملك ينظف قلوبهم على الشعب ويحنون عليه. والله تعبنا بس هو وين العتب علينا احنا الشعب اللي راح ننتخبنا هذول الفاسدين وهم ندعم نفسهم هاي الفاسدين. والله يعني لا خدمات يعني والله شوف تدمرنا ايه؟ وأذونا لا وظائف لا خدمات بالشعب كل شيء كل الامور الشعب والله دمروها. مطرت يمكم البارحه كمان انا لله وانا اليه راجعون. مطرت يمكم البارحه؟ اي نعم مطرت يمكم. شلون الوضع بيتكم شارعكم؟ والله استاذ محمد انا احكي لك البيت انا بالنسبه لي بيت قديم واكو بعض المفطر وقع من عندنا الخر علينا البيت والمجاري مالنا طافت بس يا رب انا لله وانا اليه راجعون. اشتريت بلم تعمون هم وعوالي. اشتريت بلم يعني تروح به بالمنطقه تفتار تجيب مسواك؟ لا والله عندنا مسابح كل نفرين خليتهم بابلام ما تاخذ من هاي المسابح النفخ وقاعدين بيها والى ما الله يفرج علينا على الحكومه القشره جت علينا. شكرا لك يا كمال، شكرا لمشاركتك. يعني من ويانا؟ ابو يعقوب من ديالى. مرحبا ابو يعقوب. شلونك عيوني؟ حياك الله، تفضل ابو يعقوب. شلونك بعد؟ يا اهلا وسهلا ومرحبا. والله احنا نقول الى متى يظل هذا الوضع؟ صار 15 سنه مدري 18 سنه لا شغل لا عمل لا كوارث. البشر رايح، السمك رايح، الحيوان ما خلصان. شنو هاي الوضع يعني؟ ماكو امل شويه؟ زين ابو يعقوب يعني اريد اسالك، يعني دياله دائما تفيض بالامطار وتروح بالوديان بدون اي استفاده، ما يعني مثلا الحكومه المحليه يمكم يعني ما اتخذت اي اجراء جديد؟ يعني هذا المي ليش حرامات يروح؟ يعني هسه اذا تروح على المسؤول مال دياله اذا تزل اقطع من راسه 100 يتخبل. اي 100 زين. واذا نفسه ما تجي على الشارع يشوف المي ويشوف اهوال الاحوال هاي الوضعيه ليش ما يتالم مثل ما يتالم على على على, على راسه وشخصيته؟ زين ليش؟ اي زين كل واحد يستلم له 10 ملايين و40 مليون اي والعالم يعني 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 قصدك هم المهم راتبهم ماشي، فلوسهم ماشيه، كوميشنات ماشيه، ما لهم علاقه بالشعب. علاقه بالشعب شوف المي، شوف ديال القايسه من المي والخيزه. اي اشكرك، شكرا يا ابو يعقوب. شكرا. محمد من فلوجه، مرحبا محمد. سلام، شلون سلم محمد؟ شلون صحتك؟ الو وياك؟ اسمعك، تفضل. شلون جلسه؟ يا اهلا وسهلا ومرحبا، كل الهلا. شلون صحتك ابو جاسم؟ يا اهلا وسهلا، حياك. والله ابو جاسم انا من الفلوجه. اي. شو مشكلتك؟ احكي لك يعني هاي احنا شرطه مفصولين. زين.
ونش يعني عشر الحالة الساعة وخلك البيوت نوقعها داعش وهذا الساعة وخلك مأجر أجار الأجار أنا ما أقدر عليه. وين مأجر؟ بش قد مأجر؟ يعني هسه شلون هالإيجارات بالفلوجة غالية رخيصة؟ محمد إيجاراتكم غالية رخيصة بالفلوجة؟ والله 250 الساعة أنا مأجر. 250 ألف؟ والله 250 وأشتغل عامل الله وكيلك. الله يعينك. أطلع نبات أشتغل يا دوب يا دوب تسد يا دوب تسد إيجار البيت. والله نبات ما استد والله ذاك الشهر ابو الاجار يعني ظل معالجات 50,000 يقول لي اطلع من البيت. اي يابا يعني هسه افتهمنا الناس ما بقلبها رحمه يعني هسه الحكومه عايفتنا الناس ما حد يحن على احد. والله ما الله وكيلك شو رجعنا اكثر من قبل حاشا. الله يعينكم الله يعينكم يا محمد شكرا لمشاركتك ويانا من الفلوجه. شكرا لك. الوضع انحدر للحضيض. المواطن العراقي يراهن على النفط حتى يحول منطقته إلى واحة اقتصادية ينعم أهلها به، لكن هذه الآمال ما تتحقق. السكان الناس يطلعون من شهر إلى شهر آخر احتجاج قتل سمك مات جابوا لهم أشكال وألوان أمراض يعني مدى يهدأ هذا الشعب مدى يخلوه يهدأ حتى ينعم ويعيش مثل الأوادم. كل اللي يطلبوه أشياء بسيطة كهرباء مي البطالة اللي مرتفعة شوية تنزل وتشتغل هالناس وتعيش أهلها هو هذا اللي يريدوه وهذا واجب حكومة. الحكومة المفروض تدبر وتهيئ حتى يسموها حكومة حتى يسموهم وزراء حتى يسموهم نواب حتى يسموهم مسؤولين لازم تدبر كل هاي الأساسيات اللي موجودة حتى أكو شعب يعيش لأنه إذا ماكو شعب يعني ولو أنتوا أصلاً ما معتبرين الشعب موجود. خضير من الحويجة مرحبا خضير كركوك العفو. ألو السلام عليكم أستاذ يا محمد. أهلاً وسهلاً تفضل خضير. شلونك أخوي العزيز مشتاقين. تشتاق لك العافية تفضل. أستاذ محمد هم المفروض الحكومة هالمفصولين هذول الشرطة مثل الجيش أرجعهم حالهم من حالكم. هي مو القيادة كلها انسحبت من طب داعش. يعني رجع اسمعك يعني رجعوا بس الضباط هي حالهم من حال القيادة هل انسحبوا نفسهم انطيهم عودة هم ما بيدهم شيء من انسحبوا لجنود من القيادة سبب من القيادة زين لو يحسنون لو ما يعدلون ما وجهوا شيء. شكرا لك يا خضير. ابو صالح من ديالى مرحبا ابو صالح. ابو صالح السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل يا ابو صالح. انا ابو صالح من شارع عيني. حياك الله تفضل نصير التلفزيون. ابو صالح بلا زحمه عليك. بالنسبه لنا احنا هاي قبل فتره عم اتصلت بي ثاني على مود المدارس يعني هسه هاي مدرسه لو تجي تصورها وتشوف والله العظيم يعني موقف يعني موقف والله الموقف يبكي. زين زين ليش ما تصور لنا اياها يا ابو صالح؟ ابو صالح ليش ما تصور لنا اياها؟ كل صف 60 طالب 50 طالب كل صف. ليش ما تصور لنا اياها يا ابو صالح بتليفونك؟ شيل التليفون وصور الشارع يعني صور المدرسه. يعني منطقه منكوبه يعني قريه يعني قريه عابره يعني شوف الحين رجعنا وقريه هذه على عظيم على طريق خركوك بغداد. اي يعني قريه على الشارع مسؤول يعني يشوفها كل شيء يشوفها. زين بس ما ادري اعرف انا هاي عندنا مديره تجعل تروح تراجع ما طلاب يروحون يجون ماكو دراسه بس مديره واحده فقط. بس المديره. اي والله بس مديره. طيب شكرا لك يا ابو صالح. نعيم من اربيل مرحبا نعيم. الو تفضل يا نعيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك ابو جاسم؟ حياك الله تفضل يا نعيم. ابو جاسم الله يخليك احنا قضيتنا بسيطه حلها بسيط. اي اللي هو احتل البلد امريكا. شلون يعني؟ امريكا هي دمرت البلد وهي تقدر تحل المشكله. اي اذا تعيد لنا برامر يمكن احسن من الموعدنا. زين. يعني برايك امريكا هي اللي دمرت البلد هي اللي تراجع هي مكيفه على هالوضع. كل الاحبال هي تلعب. يعني مكيفه على الوضع هسه امريكا. هي نعم يفيد هالوضع. اي. واحنا الضحيه الشعب العراقي ضحيه. اي شكرا لك يا نعيم. يقدرون يعيدون الشغله من اساس العمليه وينتهي الموضوع. زين
شكرا لك يا نعيم. خلينا نتابع هذا الكليب مشاهدينا الكرام. قوة أمنية فضت اعتصام بالقوة ببابل، رفضوا تنصيب المحافظ الجديد، قالوا هاي الصفقات فاسدة، ومجلس المحافظة أيضا نص ما قبل على الموضوع. خلينا نتابع. مطلبنا الوحيد هو تغيير المحافظ الذي تم اختياره، واختيار محافظ كفو ونزيه من أبناء المحافظة بعيدا عن شبهات الفساد والصفقات والمحاصصة. احنا واقفين وهذا الاعتصام ما يزول الا بازهاق ارواحنا او نحرق نفسنا. اليوم لازم ننفذ مطلبنا هذا. تعبنا 15 سنه المحافظه بيدي الاحزاب، نريدها 6 اشهر. معنا ابو مروه من الانبار. مرحبا ابو مروه. مروان مروان يا بنا اعتذر، حياك الله مروان، تفضل. استاذ محمد الله يسعدك. يا اهلا وسهلا ومرحبا، تفضل. من الانبار الحبانيه. حياك الله وبهل الحبانيه، تفضل. والله الحبانيه البارحه بالمطر يعني صار لها يومين تمطر، الشوارع فاضت زين، الطلاب ما راح المدارس زين، وحافتنا يرسى لها. طيب ما اجتكم البلديه يعني الدوائر الخدميه المسؤولين عن الحبانيه؟ واحد يقول اني اخو خيتي مثل ما يقولون، اني اسوي لكم الشغله. كل شيء ماكو والله. زين انتم ايش سويتوا مثلا؟ يعني ما اجتمعتوا سويه حاولتوا تلقون حل؟ ماكو. قمنا نفتح شوايخ ونودي على الاسم. وين؟ اي والله الوادي وين اكو مناطق ناصيه نودي عليها المي وهاي بس. اي هذا اي. وهاي اليوم ما حد جاكم؟ ما حد قال لكم راح نجي راح نشتغل؟ أي, اي اي واحد اي واحد ما اجى. طيب يا يا مروان اشكرك، شكرا لمشاركتك ويانا يا مروان. علي من الموصل، مرحبا علي. وعليكم. وعليكم السلام، تفضل يا علي. يا استاذ. يا اهلا وسهلا. انا من المخيمات مال الجدعه. من مخيمات جدعه، ايه احكي لنا. اليوم صار لنا شهر وعشر ايام ما شفنا لولا حبايه، ما شفنا احد جانا ولا شفنا انطونا مساعدات خلاص. يعني شنو ولا حبايه؟ يعني تقصد ولا احد اجى وساعدكم؟ لا كرتون غذائيه، لا جاز ينطونا كل لما النفرات ينطونهم جريكان واحده ولا 20 لتر. اي. والمطر هذا جانا يعني هسه على حلها الى الركبه، ما تقدر تطلع باب الخيمه. وشلون داخل الخيمه؟ هم دا يدخل لكم مطر؟ والله داخل الخيمه يعني نريد انك تحط لنا شويه مثل تقول يعني مثل الطور مع الباب الخيمه ما ينطونا كادر. ما ينطونا يعني شلون لعد هسه شو مسوين انتم؟ معلين يعني مخلين شيء جواكم؟ جوا الغراض حاطين شيء حتى ليوصل هالماي؟ لا 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 ماكو لا كيكة لا شيء، ما يحطون كل شيء، ما يحطون كل شيء اللهم بدالك. طيب يعني يعني حاله ما يصلح ومساعدات ما قاعد تجينا خلاص اليوم صار شهر وعشر ايام. اي شكرا لك يا علي. ابو احمد من الانبار، مرحبا ابو احمد. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا ابو احمد. استاذ محمد شلونك؟ حياك الله. بس شغله التعويض هاي مال اكو هم من البيت استاذ محمد، اكو هم من البيت.
ايش يعني احنا قاعدين برا بالمطار خيمه يعني لا تعويض وحتى كل جماعه القنوات غير تقول المسؤولين تطرحون ما حصلتوا حتى التعويض الاول ابو احمد؟ والله لا مليون ونص ولا تالي ولا اخير كل شيء ماكو وهذا قاعدين بخيام وبيوتنا راحت مهدمه كليتها زين زين شفتوا المفروض والله احنا اعتمد على الله عليكم تطرحون طلبنا تطرحونها دائما دائما يا ابو احمد دائما نحكي بهذا الموضوع ونحكي والله انا متابع القنوات والله ما مغسلين بس لا والله هاي ما جايز هو بس يقول لي المهم السياره المهم القاع والمهم البيت بس هو الاهم شنو؟ هو المهم بالحياه كلها شنو؟ زين تعويض كل شيء ما كل حد الان ما انطونا ولا هاي غدا تروح مع واللي عنده واسطه وش اسمه والله ترى الناس ما شاء الله جات اللي عنده واسطه يعني اللي صارت عنده واسطه قدر يعمر وقدر ياخذ فلوس وقدر ياخذ يحصل من حتى مليون ونص احنا كتبنا قلنا عمها ما راضين كتبنا اللي ابو 40 مليون و30 هذول ناس 300 مليون و400 مليون هم ما عندنا يعني بس اجى قيم وقيم ناصي حيل وما انطاك شيء والله لحد هنا لو قلنا عمي لو 5 ملايين واحد عمله دول غرفه واحده لو 5 ملايين اي والله يريدها من الله من عندكم انتم تناقشون المسؤولين والله يا ابو احمد يعني احنا دائما يعني بين فتره وفتره نذكر بهذا الموضوع نحكي بموضوع النازحين بموضوع التعويضات فيعني لكن يعني لا حياه الا من تنادي يعني شو نقول اكثر من هيك شكرا لك يا ابو احمد ام اياد من ديالى مرحبا ام اياد السلام عليكم يا اهلا وسهلا وعليكم السلام شلونك اليوم يا مية هلا حياك الله يا بنت بنتي معوق من 87 لا عجز بالكلى لا سكر لا ضغط كل امراض الدنيا اخر شيء طلع بكابوس اذا ضربه ببغداد كيمياوي كراوي 60 70 الف زين يشهد الله علي طيب يا ميات هسه يعني الشيء معوق من 87 ها صار 30 سنه فوق ال 30 سنه والنوب يعني انا تمرضت صار عندي سؤال يا مياد تشيل ماديه يعني تعبانه شكل والله العظيم اي انا بدي اسال السؤال يا مياد يعني هسه من 87 يعني الله ان شاء الله يشفي ويشفي كل مريض تعوق من 87 والله يا يما من 87 يشهد الله علي لحد هسه شلون كنتوا تعالجوا؟ شلون كنتوا تعالجوا؟ السكر ماله اللي يكون وياه فاسد ما يشتغل ما يشتغل شلون كنتوا تعالجوا؟ الله يساعد ما يشتغل ام اياد الدواء ما يكفي راسه ما يكفي لي الدواء يوم اي ام اياد بس اسال السؤال يعني الله هذول تشلبوا بهالحكومه القشره كلها من ايران لا هاي الحصه مالتنا وينها وين ودوها الحصه؟ اي يعني وين ودوها الحصه مالتنا كانت الزمن صدام هسه ما نريد نقول صدام الزمن اللي قبل اي كل شيء حصه كل شيء بيها كل شيء بيها هسه كمنات افنات وفزات يسيلن نستنى وقت زين يعني شو نريد نسوي احنا؟ امرنا مسلمين بيد الله الله ياخذ حقنا من هذول الفاسدين اشكر شام اياد شكرا لمشاركتك شوي انا من دياله خليل من الانبار مرحبا خليل هاي شلونك استاذ محمد حياك الله يا خليل تفضل شلون صحتك؟ يا هلا بيك، تفضل خليل. استاذ محمد انا اريد احكي بموضوع الشرطه المسفرين من محافظه الانبار. اي. انا قابلنا بالحربانيه الوجبه الثانيه. زين. وطلعت اسمانا وبعدين من رفع من الاسماء يعلنونها اسمانا انشلت احنا 600 واحد. اي. يعني احنا شنو ذنبنا احنا؟ اي. والى الان ما لحد الان يعني ماكو الاسماء جاي تنباع واحنا يعني وقفنا يعني وقفه صحيحه خليل انتم تعرفون يعني هاي مجازاتنا احنا اي يعني انتم تعرفون منو اللي دي يبيعها وين دا تنباع بايش دا يشتروها والله جاوا حسب الحكي يعني نسمع من الناس بس احنا قابلنا والله استاذ محمد زين اشكرك يا خليل يعني احنا وقفنا وقفه صحيحه وبالاخير يعني احنا يعني اسمانا ما تطلع يعني ما يعني ما ادري شنو السالفه وكثير عالم والله وياي شكرا يا خليل حسناء من واسط مرحبا حسناء السلام عليكم وعليكم السلام انا على مود مات الرعايه يطلقونها الرعايه انتم شو وقت سجلتوا على الرعايه؟ 2016 قالوا لكم يعني انتم مقبولين لا اجا حد كشف عليكم شاف وضعكم اي طلع
زين وطلعت لي بس ما لحد الان قالوا لي على 2018 وكل شيء معكم زين على 2018 على اساس خلصت 2018 وبدات 2019 اي خلصت ما بقى شيء هو بقى شهر شهرين وما ما ما استلمته اي ماكو زين رحتوا راجعتوا سالتوا ليش احنا ما وصلنا يعني المفروض احنا ب 2018 نستلم قالوا لي معك على 2019 وانتظروا وكل شيء معك بس لحد الان طيب شكرا يا حسناء شكرا مشاركتك ويانا اياد من صلاح الدين مرحبا اياد السلام عليكم استاذ محمد وعليكم السلام حياك الله يا اياد تفضل استاذ محمد انا مهجر من قضاء بيجي زين وصال اليوم 5 سنين زين ولا غراية وشغلة تعبانة يعني يرثى له طيب وين ساكن تشتغل ما تشتغل قاعد مخيمات والله قاعد يعني هيكل هيكل العالم تصدق علينا بالغذائية الله أكبر وزين شنو المانع من الرجوع لصلاح الدين والله صدري رحت سويت الأبنية مع القضاء بيجي إيه وبرا الدو السيطرة ودقة بس ما نقلع عليك اشتباه هاي صار لي أربعة أشهر راجع المحكمة مواليد نوبي وقفوها نوبي مشوها وما زين يعني خاف يريدون فلوس يريدون تعطيهم فلوس حتى يمشوك والله استاذ محمد انا ما عندي العالم تصدق عليه بغلائي يعني قصدي سالته مثلا انه ليش علي اشتباه خاف يعني ما اسمك ما ابي اشتباه وبس هو يدور فلوس والله ما علي اشتباه اروح واجي ما يقول علي اشتباه ما علي اشتباه رحت المحكمه اللي تسوي هاي التحري مال شيء يسموه اي ويماطلون بيها هالشهر وشهرين الله يعني شكرا يا اياد شكرا لمشاركتك معنا خلينا نتابع هذا الكليب جدد اهالي البصره تحذيرهم في الخروج بتظاهرات جديده تنديدا باستغفال المطالب الشعبيه واهمال ملف الخدمات والتعيينات وتوفير فرص عمل والنهوض بالواقع الخدمي الرديء بالمدينه اقول للسيد عادل عبد المجيد عليك ان تتعظ من سلفك السابق الدكتور حيدر العبادي عندما أهمل البصرة عندما أهمل مطالب البصرة احترقت البصرة وخسر الولاية الثانية بعد أن كان قابل قوسين أو أدنى من الحصول على رئاسة الوزراء فقول للسيد عادل عبد المهدي استقرار البصرة استقرار للعراق والمحافظة على اقتصاد البصرة هو المحافظة على اقتصاد العراق نفط الجنوب سبب رئيس التظاهرنا امام نفط الجنوب اللي هي شركه نفط الجنوب او احد المطالب اللي الموجوده بالمطالب 32 مطلب اللي هي العماله الاجنبيه والعاطلين عن العمل، العاطلين عن العمل تجاوزوا 70% بالبصره وهم اصحاب شهادات يعني تطلع نسبه 3% او 10% او 20% ما حاملين شهادات والبقيه حاملين شهادات وما حد لهم ولا احد قال لهم يا بتعيط عينه او قدم لهم مشاهد الكرام خلينا نتابع الأخبار المتفرقة بحلقة هذا اليوم الخبر الأول انتهينا من كليب البصرة نبقى بالبصرة البصرة يقولون حلول مواجهة الفيضانات ما زالت ترقيعية والفساد ابتلع أموال المشاريع قائم مقام قضاء الزبير غرب البصرة قال احنا استنفرنا كافة الدوائر الخدمية على خلفية هطول الأمطار ليلة أمس الأحد كوادر البلدية ودائرة المجاري باشروا بسحب مياه الأمطار من مختلف المناطق والشوارع وبين سحب معظم المياه المتراكمة كانت بجهود الدوائر الخدمية الذاتية وكوادرها الخبر الثاني حقوق الإنسان قلقون من استغلال البعض لنفوذهم وسلطتهم كوسيلة للاعتداء على رجال القانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق أبدت قلقها اليوم الاثنين من استغلال البعض لنفوذهم وسلطتهم كوسيلة للاعتداء على رجال القانون المكلفين بواجبهم الرسمي دون وجه حق وكان هذا في إشارة لما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي من بعض الحمايات الخاصة بأحد المسؤولين بعد اعتدائهم على عدد من منتسبي المرور أثناء واجبهم في منطقة قرب الكاظمية الخبر الثالث هل من حل لأزمة التعليم العالي في ظل التهام الرواتب لميزانيته؟ بعد مرور عقد من الزمن على الركود الكبير ظل الإنفاق الحكومي على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي مستمر
وأقل بكثير من المستويات التاريخية، على الرغم من الزيادات الأخيرة. بلغ إجمالي التخصيص الحكومي للتعليم العالي لعام 2018 ما يقرب من 2.19 تريليون دينار بنسبة 2.3% من الموازنة الاتحادية للدولة، ويعادل هذا التخصيص لحوالي 2.1 مليار دولار من أصل الموازنة العامة اللي بلغت 88 مليار. بلغت تخصيصات الرواتب رقم هائل وهو يعادل 80% من نسبة تخصيصات التعليم العالي. الخبر الرابع، قتلى وجرحى في سلسلة انفجارات ضربت بغداد. أكثر من 4 انفجارات بعبوات ناسفة بمناطق متفرقة من العاصمة انفجرت بالصدر، مشتل، الحبيبية. انفجار وقع بالحبيبية كان نتيجة عبوة ناسفة مزروعة داخل حافلة صغيرة. وقع انفجار آخر في منطقة قريبة من مركز للتسوق في حي التراث جنوبي العاصمة. كل هذا أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين. بالعودة إلى الاتصالات، معنا بهاء من ديالى. مرحبا بهاء. بهاء، بهاء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا بهاء. أخوي الله يساعدك، شلونك؟ يا أهلا وسهلا ومرحبا، تفضل. أنا مشكلتي حالي حال هل اللي قاعد اللي يتصلون عليك وهم عنده مشكلة وحاب أطرحها وشوف ايش كم واحد راح يعيدني إذا كان أكو اتصالات من المواطنين. شنو مشكلتك؟ أنا عسكري. إي. بالجيش العراقي، جندي. طيب. حال البقيع. طيب. الجيش العراقي هو كل وزارتين، كوزاره الدفاع ووزاره الداخليه، اي حقوق ما لهم. ماكو. ما نشمولي لا بسلف لا قروض لا بشيء، كل شيء. طيب. ماكو. ونعاني من هاي المشكله. طيب. كلش هواي. انت عسكري نعم. مفصول لو عسكري دداوم؟ لا قاعد اداوم. ها الحمد لله، دداوم عسكري لكن ما لك اي حقوق، لا لك اي سلف، لا لك اي تعويض، لا قطعه قاع، كل شيء ماكو. الحمد لله من فضل الله 300 قاعد، 300 ارتجار، وثلاث ارباع الجيش العراقي هي هاي قلت لك هي معاناتهم نفس الشيء من ناحيه الجنود. احنا يعني قدمنا حتى قرض مصارف اهليه وهي اهليه. زين. حتى بنترك نقدم يقول لك الا كفيل مدني وما لك اي قرض. زين، سؤال بهاء، تتوقع هذا الموضوع له علاقه بوزير الداخليه نفسه؟ لو انه يعني فد قانون ماشي بالبلد المفروض يعني مجلس النواب يغيره. لا انا احكي لك وزاره الدفاع، احنا علينا وزاره الدفاع. إيه وزاره الداخليه. إيه ما اعرف. إيه لا العفو، انا اقصد وزير الدفاع نفسه، يعني هل هو انه مثلا مدى يقدر يوفر لكم هذا الشيء وخاتل وساكت؟ سؤال لو هو قانون. سؤال انا اسالك هسه، انت كشخص اسالك. طيب. سؤال هسه قدام العالم، قدام الاف العالم. اي. الجندي العراقي ما يستاهل التضحيات اللي ضحاها. طبعا. واللي وكل شيء هذا اللي سواه وكل شيء هم خليها براس القائمه وبراس المدفع. أي. مثل ما يقول. اي طبعا. ليش من ابسط الحقوق مانعيها من عده من ناحيه. أي. بديل الحمد لله. زين. 21 4. انا اريد هذا جواب منك بهاء. بها انا كمقدم برامج ما اقدر اجاوبك على الجو مباشره، انا اريد هذا الجواب منك. طبعاً. يعني ليش انت واقف طبعاً. واقف بال دائما بالخط الاول، بخط الصد الاول، ليش انت دائما لا متنعم بنومه مثل العالم، لا تاكل مثل العالم، لا تشرب مثل العالم، وبالتالي ما لك اي حقوق، حتى قطعه قاع ما تطلع لك، حتى سلفه مدى تاخذ، ليش؟ حتى وصلت بينا مرحله المصارف الاهليه اللي تنطي قرض نروح نقدم عليها، يقول لي الك كفيل مدني، يا ابو ماني عسكري وصار لي هالقد مده اداوم. زين. يقول لي ما ياكل العسكري. ما ياكل. لهالدرجه وصلت بينا احنا العراقيين، ما اعرف. طيب. الخلل بينا، الخلل بالوزاره نفسها، ما اعرف اللي ما قاعد تقدم داعب حقوقنا، ما اعرف شنو المشكله. حقيقه يعني انا اشكرك لطرحك هذا. اي. وشوف يعني اكثر المتصلين هسه. أي. بل كنت يتابعك يعني احد المنتسبين، شوف ايش كم واحد راح يعيدني. للاسف انه هذا كان صفحات التواصل. يعني هذا اي يعني للاسف انه هذا كان اخر اتصال بحلقتنا لهذا اليوم، لكن انت اثرت نقطه جدا مهمه وان شاء الله نركز عليها بحلقاتنا الجايه. انا اشكرك يا بهاء من ديال مشاركتك ويانا. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم طيب المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.